توجه وفد حوثي اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط لاستكمال المشاورات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. وقالت الجماعة إنها تلقت ردا إيجابيا على ملاحظاتها بشأن مسودة وأجندة الحوار، إن الأمم المتحدة طلبت مناقشة النقاط المختلف عليها للوصول إلى حوار سويسرا المزمع عقده في المرحلة المقبلة. وكان المبعوث الدولي إلى اليمن قد أعلن مطلع الشهر الماضي أن الأمم المتحدة ستتبنى محادثات سلام بين جميع الأطراف اليمنية.